واجتمع معالي وزير الخارجية كذلك مع معالي السيدة ماريا بيتشنوفيتش وزيرة خارجية جمهورية كرواتيا، حيث أعرب معالي الوزير عن تطلع مملكة البحرين للمضي بعلاقاتها مع جمهورية كرواتيا نحو آفاق أرحب في شتى المجالات. من جانبها أكدت معالي السيدة ماريا بيتشنوفيتش أن جمهورية كرواتيا تعطي أهمية شديدة لتوطيد العلاقات مع البحرين واستثمار كافة الفرص لتعزيز هذه العلاقات، منوهة بما تشهده البحرين من تطور ورقي وما تحققه من منجزات في شتى الأصعدة.